المهرجان بحضورها وساهمت في تحويل فضاءات المهرجان من موسم سنوي يقام كل سنة إلى مختزل تجتمع فيه الأصالة والتراث والتشبث بالهوية والثوابت الثقافية للمملكة المغربية الشريفة. أدام الله عزها ورفع ألوية نصرها. نحتفي اليوم بمكتسب ثقافي سطرت ملاحمه عبر قرون طويلة ارتبط دائما وأبدا ارتباطا روحيا بمقام إمام العارفين وقدوة المحبين القطب مولانا عبد السلام بن مشيش قدرس الله سره وأنواره. وهذا يرمز إلى ما تصبو إليه الدعوة المشيشية الشادية إلى تحقيقه بالسير على منوال القطب في العمل والكفاح وخدمة الوطن، قيام وأخلاق نبيلة تربى عليها الشرفاء.